انا جاي النهارده عشان احكيلكوا على حكايه. انا اسمي سيلينا، انا باخد الدواء بتعب وبدوخ. انا لما بدوخ هلبس بلطو زيته بشتغل في مستشفى 57 وعدد الناس من غير فلوس. بعرف اعمل اي اكل مثلا بيتزا وطوانة، بس هتقولي لعبة مطبخ عشان اعملها. يعني احب ماما قد الدنيا والبحر، واقول لها مامي امي توتي والحنان خالص بنوي انسف. تقولي سنة وانتو طيبين.